الجيولوجي مش بيكتفي بيها، زي ما قلت لكم هي بتديني تعريف مبدئي للمعدن، وبعد كده الجيولوجي من خلال بعض التحاليل المعقدة والدراسات المعملية بيتم التأكيد على المعدن. فعشان كده هي الخواص البصرية دي مش بتعرفنا على المعدن بشكل صريح، يعني مش بقدر من خلالها اقول لا المعدن ده هلايت، لا مش اكيد خالص، ولا المعدن ده كوارتز، مش اكيد خالص. تمام. الخواص البصرية بقى تعرفها بأن هي خواص تعتمد على تفاعل المعادن مع الضوء الساقط عليه والمنعكس منه. الضوء موجود حوالينا في كل مكان، ناتج طبعا من أشعة الشمس وهكذا، فلما بيسقط على المعدن بيحدث تفاعل بين المعدن وبين الضوء ده الساقط عليه والمنعكس منه. فمن خلال انعكاس وسقوط الضوء ده على المعدن بيديني بعض الخواص. الخواص دي اسمها الخواص البصرية. من أهم الخواص البصرية أول حاجة البريق. أول حاجة البريق بيقول لنا هو قدرة المعدن على عكس الضوء الساقط عليه، زي الموجود قدامنا ده. بعد ما الضوء سقط على المعدن اللي معانا عكس الضوء فإداني البريق. وطبعا معلومة بس هاخدها دلوقتي، طبعا عارفين إن في معادن براقة أو شديدة البراق، وفي معادن مثلا متوسطة أو شبه براقة، وفي معادن مطفية. فالبريق ده بيقول لنا هو قدرة المعدن على عكس الضوء الساقط عليه. بيقول لنا هنا أنواع البريق. أنواع البريق أول حاجة بريق فلزي. بريق فلزي يعني إيه؟ يعني بعض المعادن له بريق فلزي، يعني لها مظهر الفلزات، لها إيه؟ مظهر الفلزات، وبتعكس الضوء بصورة كبيرة أو بدرجة كبيرة بحيث يكون المعدن ساطعا أو لامعا. يبقى البريق الفلزي بيقول لنا إن بعض المعادن لها بريق فلزي، أي أن لها مظهر الفلزات وبتعكس الضوء بدرجة كبيرة بحيث يكون المعدن ساطعا أو لامعا. زي معادن إيه معانا؟ ده البيرايت والجالينا والذهب. يبقى البيرايت والجالينا والذهب، يبقى كده عرفنا أول نوع من أنواع البريق. تاني نوع معانا هو البريق اللا فلزي. اسمه ايه؟ بريق لا فلزي. بيقول لنا هي معادن لها بريق لا يشبه بريق الفلزات لانها لا فلزيه اصلا، فيعني العناصر اللي داخله في المعادن دي عناصر لا فلزيه. فبيقول لنا هي معادن لها بريق لا يشبه بريق الفلزات ويوصف بما يشابهه من الامثله المالوفه لنا، هنعرف ده دلوقتي. انواع بقى البريق اللا فلزي، اول حاجه بريق زجاجي زي الكوارتز والقلصيت. الكوارتز والكالسايت ده البريق بتاعهم زجاجي. طبعا خدنا تركيب الكوارتز ثاني اكسيد السيليكون، والكوارتز والكالسايت كالسيوم كربونيت. يبقى البريق الزجاجي زي الكوارتز والكالسايت، البريق اللؤلؤي زي الفلسبار، البريق الماسي زي معدن الماس، البريق الترابي او الارضي ده بيقول لنا انها اقلها بريقا وهو السطح بتاعه بيكون مطفي او غير براق زي معادن الكولينايت. يبقى تاني بريق ترابي أو أرضي اللي هي أقلها بريقا فهو ما كان سطحه مطفيا أو غير براق زي معدن الكولينايت. ومعلومة بس عشان هناخدها قدام، هندرسها قدام معاكم، الكولينايت تركيبه الكيميائي سيليكات ألومنيوم مائية. الكولينايت بيتركب من سيليكات ألومنيوم مائية. يبقى خدنا البريق بريق فلزي وبريق لا فلزي، وأخدنا بعض الأنواع في البريق اللا فلزي. تاني صفة أو خاصية معانا من ضمن الخواص الفيزيائية وخاصة الخواص البصرية، اللون. اللون زي ما احنا شايفين قدامكم كده، كل معدن من ده واخد لون مختلف، ده أحمر ده أصفر ده أزرق وهكذا. هنعرف إيه السبب إن كل نوع أو كل معدن من المعادن دي اتلون أو أخد لون مختلف. بيقول لنا يعتمد لون المعدن على طول الموجات الضوئية التي تنعكس منه وتعطي الإحساس باللون. زي ما قلت لكم الضوء موجود حوالينا في الطبيعة فبيسقط على المعادن فبتنعكس، جزء منه بينعكس اللي هو الضوء الساقط ده، فبيديني موجات ضوئية. الموجات الضوئية دي هي اللي وصلتني للون. يبقى بيقول لنا اللون يعتمد لون المعدن على طول الموجات الضوئية التي تنعكس منه وتعطي الإحساس باللون. بيقول لنا مع ان لون المعدن هو اكثر صفات وضوحا، طبعا زي ما احنا شايفين قدامكم اهو، حتى زي ما قلت لكم قبل كده في القدماء المصريين او مثلا العصر الحجري القديم كان بيستخدم مثلا معدن الليمونايت والهيماتايت. الليمونايت اللي هو صبغته صفراء
والهيماتايت اللي هو ذو الصبغة الحمراء للرسم على جدران المعادن، فبالتالي اللون واضح قدامنا، صفة أكثر وضوحا، إلا إنه صفة قليلة الأهمية نسبيا بالنسبة للجيولوجي في التعرف على المعدن. بيقول لنا هو صفة قليلة الأهمية نسبيا في التعرف على المعدن بالنسبة للجيولوجي. ايه السبب في كده ان اللون عندنا الصفه قليله الاهميه؟ عندنا سببين اتنين. اول سبب بيقول لنا ان تتغير الوان غالبيه المعادن باختلاف تركيبها الكيميائي، في بعض المعادن بيحصل لها احلال عنصر مكان عنصر وهكذا، فبيتغير التركيب الكيميائي بتاعها، لكن بيقول لنا لما بيتغير التركيب الكيميائي بيكون في الحد المسموح بها، في حدود مسموح بها والتي لا تغير من الترتيب الذري للمعدن. يبقى خلاص عرفنا ان تتغير الوان غالبيه المعادن باختلاف تركيبها الكيميائي، ده السبب الاول. والسبب الثاني احتوائه على نسبه من الشوائب. يبقى عرفنا تعريف اللون، وعرفنا ان لون المعدن هو صفه اساسيه في تعريفه بالنسبه للجيولوجي، وعرفنا ايه الاسباب اللي بتؤدي لكده. بيقول لنا امثله للمعادن التي تحتوي على شوائب. امثله للمعادن التي تحتوي على شوائب، أول حاجة معدن الكوارتز. بيقول لنا إن معدن الكوارتز ده بيوجد فيه ألوان متعددة زي الوردي اللي هو موجود قدامكم في الصورة ده، لوجود شوائب من المنجنيز. الكوارتز العادي خالص اللي هو ثاني أكسيد السيليكون، سيليكون وأكسجين، دخل فيه نسبة من الشوائب من عنصر المنجنيز، فبالتالي غير اللون بتاعه خلاه وردي. اللون البنفسجي اللي هو الأميثيست، الأميثيست يحتوي على شوائب من أكاسيد الحديد، يعني دخل مع ثاني أكسيد السيليكون اللي هو SiO2 دخل فيه حديد، فبالتالي إداني معدن الكوارتز بلون البنفسجي. ثالث لون معانا للكوارتز هو الكوارتز الأبيض، في لون الحليب الذي يحتوي على شوائب من فقاعات غازية، دخل فيه مجموعة من الغازات، فبالتالي الغازات دي كونت فقاعات وخلت الكوارتز لون ابيض او لون حليب. فكده خدنا 3 الوان دلوقتي للكوارتز، اول حاجه الوردي، ثاني حاجه البنفسجي او ثالث لون معانا اللي هو الكوارتز الابيض. رابع لون معانا بالنسبه للكوارتز هو الكوارتز بلون الدخان او الرمادي اللي هو قدامكم ده. الكوارتز بلون الدخان او الرمادي الذي ينتج لونه من كسر بعض الروابط بين ذرات عناصره للتعرض لطاقه اشعاعيه عاليه. يعني ايه؟ يعني المعدن بتاعنا اتعرض لطاقه اشعاعيه عاليه، تمام، سواء الفا بيتا جاما او هكذا، هي خلاص طاقه اشعاعيه عاليه. الطاقه الاشعاعيه دي ادت لتكسير الروابط بين السيليكون والاكسجين، هي بيكون عندنا ذره سيليكون مربوطه ب2 اكسجين، فبتتم تكسير الروابط دي، فبالتالي نتج عندنا لون الكوارتز بلون الدخان او الرمادي. خامس لون معانا ليه الكوارتز نتيجه دخول بعض الشوائب او كده، الكوارتز النقي الشفاف الذي لا لون له. يبقى خلاص عرفنا خامس لون معانا بيكون عليه الكوارتز هو الكوارتز النقي الشفاف. هو بصوا اللي قدامكم ده مش لونه ابيض، ده مش لونه ابيض، ده مش ابيض، ده شفاف زي الازاز مثلا كده، ويعرف باسم البلور الصخري تشبيها له بالبلور، هو بيكون عامل شبه البلور، فعشان كده سميناه البلور الصخري. فكده خلصنا البريق وخلصنا واخدنا اللون، وهنكمل معاكم بقيه صفه اللون. بيقول لنا ان هنا ليست كل المعادن ذات الوان مختلفه، بل ان بعضها له لون ثابت يعرف باللون الحقيقي او الاصلي. يبقى خدنا ان في بعض المعادن نتيجه وجود مجموعه من الشوائب فيها بتغير لونها، لكن في بعض المعادن لونها ثابت، واللون الثابت ده يعرف باللون الحقيقي او الاصلي للمعدن، يعني ما دخلش فيه شوائب، وحتى لو دخل فيه شوائب فهو محتفظ باللون الاصلي بتاعه، زي لون الكبريت، معدن الكبريت اللي بيتميز باللون الاصفر، واللون الاخضر الجميل اللي قدامكم ده اللي هو بيميز معدن المالاكايت، بيميز معدن المالاكايت، والمالاكايت عندنا تركيبها الكيميائي كربونات النحاس المائية، المالاكايت تركيبها الكيميائي كربونات النحاس المائية. بعد كده معدن السفاليرايت. معدن السفاليرايت أول حاجة خدناها معدن الكوارتز، تاني معدن معانا اللي هو معدن السفاليرايت أو كبريتيد الزنك، زد إن والكبريتيد، تمام. دي بيقول لنا ان هو ذو اللون الاصفر الشفاف اللي احنا شايفينه قدامكم ده، وده برضه شفاف.
والذي يتحول إلى اللون البني اللي احنا شايفينه ده، أو اللون ده، ده بني محمر شوية كده أو البني، نتيجة إحلال بعض ذرات الحديد بنسبة قليلة محل بعض ذرات الزنك. يعني خلاص عندنا كبريتيد الزنك، هي هي ذرات الزنك الموجودة عندنا دي هيدخل مكانها ذرات حديد، فهيتم تبادل أو إحلال عنصر مكان عنصر، وبالتالي ده اللي أدى لتغيير اللون. يعني طبعا طالما إحلال عنصر مكان عنصر فيبقى كده التركيب الكيميائي اختلف. فلو تفتكروا أول في البداية أول ما بدأت الشرح في اللون قلت لكم إن اللون ما هوش صفة أساسية بسبب لسببين اتنين. أول حاجة الشوائب دي اللي خدناها في معدن الكوارتز، مرة دخل شوائب من المنجنيز، مرة دخل شوائب من أكاسيد الحديد وهكذا. ودي تاني سبب معانا اللي هو تغيير التركيب الكيميائي نتيجة إحلال عنصر مكان عنصر آخر. وبكده نكون خلصنا معاكم تاني صفة. تالت صفة معانا وهي المخدش. الصفة دي مهمة جدا 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 وسهلة جدا وهتحبوها جدا، يعني هي صفة مميزة جدا. بيقول لنا إن المخدش هو لون مسحوق المعدن الذي نحصل عليه بحك المعدن فوق قطعة من خزف غير مسحوق. لون مسحوق المعدن الذي نحصل عليه بحك المعدن فوق قطعة من خزف غير مسحوق. في البداية بس خلينا نعرف إن كلمة خزف غير مسحوق ده هي أي صخر خشن، صخر خشن، بحيث لما أعمل حك للمعدن عليه فهحصل على المسحوق البودر ده اللي احنا شايفينه ده. البودر ده هو مسحوق المعدن لما نتج نتيجة حك المعدن في أو فوق قطعة من الخزف الغير مسحوق اللي هي فوق قطعة من الصخر الخشن. خلاص يبقى عرفنا المخدش هو لون مسحوق المعدن الذي نحصل عليه بحك المعدن فوق قطعة من خزف غير مسحوق. بيقول لنا إن يتميز لون المخدش بإنه ثابت في المعادن التي يتغير لونها بتغير نوع أو كمية الشوائب. يعني إيه الجزئية دي؟ يعني مهما دخل عندي شوائب في المعدن، مهما تغير لونه الخارجي نتيجة الشوائب دي، فهو هيفضل المسحوق بتاعه اللي هو اللون الدفين بتاعه، اللون الداخلي بتاعه هيفضل ثابت معايا. يعني خلاص تخيلوا معايا كده إن مثلا اللون ده في البداية مثلا كان أبيض، كان أبيض تماما، فدخل مثلا فيه مجموعة من الشوائب، فلما دخلت الشوائب فغيرت لي السطح الخارجي بتاعه من أبيض مثلا للون مثلا أسود بالكامل، يبقى اللون بتاعه تغير تماما من الخارج لأسود. فخلاص أنا بقى مش هحكم على المعدن إن هو لونه أسود، عشان كده قلت لكم في البداية إن اللون لا يعتمد عليه، هوش صفة أساسية. فهبدأ أحك المعدن ده اللي هو باين إن هو إيه أسود، لو لقيت المسحوق بتاعه الداخلي أسود يبقى اللون الأساسي بتاع المعدن ده أسود هو كمان. فهمتوني؟ يعني خلاص إحنا عندنا السطح الخارجي للمعدن ده أسود، فهبدأ أحك لو البرادة أو المسحوق اللي طلع عندي لونه أسود يبقى المعدن ده لونه الحقيقي فعلا أسود. لكن لو بدأت أحك وطلع لي برادة أو مسحوق لونه أبيض يبقى لا، اللون الاساسي للمعدن ده ما هوش اسود هو الابيض. وكذلك لو مثلا كانت طلع لي المسحوق بتاعه لونه احمر يبقى اللون الاساسي بتاع المعدن ده هو اللون الاحمر. فده يدلنا على حاجه، ان طالما اللون اتغير، اللون المسحوق الداخلي مختلف عن الخارجي، يبقى اتاكد تماما ان المعدن ده دخله نسبه من الشوائب. يبقى لو اللون الخارجي مختلف عن الداخلي يبقى اتاكد تماما ان المعدن ده دخله نسبه من الشوائب. لكن لو اللون الخارجي زي اللون الداخلي يبقى او لون المسحوق الداخلي بمعنى اصح نفس اللون الخارجي بتاع المعدن، يبقى كده ما دخلوش اي نسبه من الشوائب. بيقول لنا وبذلك فهو احد الخواص اللي هو المخدش التي يمكن الاعتماد عليها، صفه مهمه جدا جدا في الاعتماد على في التعرف على المعدن. يبقى احنا بنعتمد على المخدش ومش بنعتمد على اللون، المخدش ثابت لكن اللون معانا بيتغير. تمام؟ وعرفنا ان المخدش نتيجه وجود كميه من الشوائب بيتغير السطح الخارجي او اللون الخارجي فقط للمعدن، لكن اللون الحقيقي بتاع المعدن هو اللون الداخلي او المسحوق الداخلي. عرفنا على بعض المعادن اللي المخدش اللون الأساسي بتاعها والمخدش بتاعها. أول حاجة بيقول لنا الهيماتايت،
لونه بيكون رمادي غامق واحمر، ولكن المخرج بتاعه بيكون احمر. يبقى الهيماتايت لونه رمادي غامق او احمر، لكن المخرج بتاعه في النهايه احمر، يبقى اللون الحقيقي بتاعه احمر. البيرايت، معدن البيرايت الذي يتميز باللون الذهبي له مخرج اسود، زي ما احنا شايفين معدن البيرايت اللي قدامكم ده هو بيتميز باللون الذهبي، لكن المخرج بتاعه اسود، فيعني يبقى خلاص لونه الحقيقي مش ذهبي، اللون الحقيقي بتاعه هو الاسود. ثالث لون معانا، ثالث معدن معانا عفوا، هو الكوارتز، لنا ذوق الالوان المتعدده. عفوا، الكوارتز ذو الالوان المتعدده له مخدش واحد وهو الابيض. كوارتز بقى بالوان مختلفه، الوردي والبنفسجي والرمادي او البرتقاني والشفاف والابيض او اللون الحليبي، كل الالوان دي المخدش بتاعهم لونهم ابيض. بعد كده رابع خاصية معانا تسمى خاصية عرض الألوان أو تلاعب الألوان، زي ما احنا شايفين قدامكم كده الألوان دي كلها لمعدن الماس مثلا، فهو معدن واحد، لكن زي برضو ما احنا شايفينها كده معاكم بيكون في قاعات المناسبات وهكذا الحاجات دي. فبيقول لنا خاصية عرض الألوان أو تلاعب الألوان، بيقول لنا إن بعض المعادن بتتميز بخاصية عرض أو تلاعب الألوان، حيث يتغير لون المعدن مع تحريك المعدن أمام عين الإنسان في الاتجاهات المختلفة. يعني أنا مثلا قاعدة وماسكة المعدن ده في اتجاه مباشر للعين مثلا، فهيديني لون معين. بعد كده لو غيرت الاتجاه بتاعه ناحية اليمين أو اليسار، فوق أو تحت، فيبدأ يديني ألوان مختلفة. يبقى خاصية عرض أو تلاعب الألوان، تلاعب الألوان من اسمها يعني بيتغير اللون، حيث يتغير لون المعدن مع تحريك المعدن أمام عين الإنسان في الاتجاهات المختلفة. الخاصية دي بتميز جدا 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 في أعمال الزينة اللي هي بيستخدم فيها الأحجار الكريمة، الأحجار الكريمة اللي بتدخل في شغل الزينة، الأكسسوارز وهكذا، كل الحاجات دي بتتميز بخاصية عرض أو تلاعب الألوان. أول مثال معانا بيقول لنا الماس. الماس بيفرق شعاع ضوء ساقط عليه نتيجة انكساره إلى لونين، أحمر وبنفسجي. الماس ده لما بيسقط عليه الضوء بينكسر الضوء ده، نتيجة انكسار الضوء بيديني لونين اثنين، أحمر وبنفسجي للماس، بحيث يعطي بريقا عاليا في كل الاتجاهات. اللون أو المعدن الجميل اللي احنا شايفينه قدامكم ده بألوانه المختلفة الجميلة دي هو معدن واحد، لكن لما ابص له من اتجاه معين وارجع ابص له من اتجاه مختلف فهيديني لون مختلف، لكن هو نفس المعدن. فبيقول لنا تاني مثال معانا هو معدن الاوبال الثمين، يتميز بخاصيه اللقلقه او عين الهر. حتى لو تلاحظوا ان في بعض القطط في الضلمه عين الهر اللي هو عين القط بيديني لون مختلف، اللي هو بيبقى لون عينيهم مختلف. هي الخاصية دي اسمها خاصية اللقلقة أو عين الهر، يتميز بيها معدن الأوبال فقط مش الماس. هي خاصية عرض أو تلاعب الألوان بتميز معدن الماس ومعدن الأوبال، لكن معدن الأوبال بيتميز بخاصية اللقلقة، دي خاصية مميزة ليه. يبقى هو ليه خاصية عرض أو تلاعب الألوان دي الصفة الأساسية، وخاصية اللقلقة اللي هو مميزة ليه، حيث يتموج بريق المعدن ذو النسيج الأليافي باختلاف اتجاه النظر إليه. يبقى النسيج الأليافي ده بيميز معدن الأوبال. خامس خاصية معانا واللي تعتبر الأخيرة اللي هي الشفافية. من اسمها يعني هل المعدن ده شفاف زي الإزاز الأبيض مثلا؟ الضوء هيقدر يمر من خلاله، هقدر أشوف اللي خلفه بشكل واضح، ولا هيكون نص نص، ولا معتم، وهكذا. يبقى خلاص عرفنا إن خاصية الشفافية من اسمها، هل المعدن ده شفاف يعني هشوف اللي خلفه شكل واضح ولا لا. بيقول لنا ان الشفافيه هي خاصيه يعتمد عليها في التعرف على درجه شفافيه المعادن او قدرتها على انفاذ الضوء خلالها. يبقى الشفافيه هي خاصيه يعتمد عليها في التعرف على درجه شفافيه المعدن وقدرتها على انفاذ الضوء من خلالها. اول مثال معانا هو المعدن الشفاف، يعني أول نوع معانا من أنواع الشفافية هو المعدن الشفاف. والمعدن الشفاف ده سميناه كده بيقول لنا إذا أمكننا الرؤية خلاله بوضوح، يعني لو مسكت المعدن ده وشفت كل اللي خلفه بوضوح واضح جدا جدا كأن المعدن مش موجود، يبقى ده اسمه معدن شفاف زي اللي موجود قدامنا. تاني نوع معانا من أنواع معادن الشفافية هو المعدن شبه الشفاف. شبه الشفاف يعني
له واضح وله معتم، واننا نرى الصورة خلاله بس بتكون غير واضحة زي ما احنا شايفين قدامكم كده. ثالث نوع معانا هو المعادن المعتمة. المعادن المعتمة لا ينفذ الضوء من خلالها. المعادن المعتمة لا ينفذ الضوء من خلالها. هشبهها لكم الأنواع دي بمثال ظريف كده عشان تفضلوا فاكرينها. المعدن الشفاف شبهه مثلا بالإزاز الأبيض الشفاف اللي بقدر أشوف من خلاله. المعدن شكل شفاف لو مسكت الإزاز ده وطليته بلون مثلا من الألوان الفاتحة، أصفر أحمر مش عارف إيه الألوان الفاتحة دي، فهبقى شايف اللي خلفه بس مش بوضوح زي ما يكون أبيض. المعادن المعتمة زي الإزاز لما أدهنه بألوان غامقة، لون أسود، لون كحلي، لون بني وهكذا. المعادن المعتمة دي لا ينفذ الضوء من خلالها، وبالتالي مش هشوف اللي وراها ومش هشوف الصورة بوضوح. يبقى خلاص كده عرفنا في الدرس بتاعنا الخواص البصرية. أخدنا أول حاجة فيها البريق، وبعد كده أخدنا اللون، وبعد كده أخدنا خاصية المخدش، وبعد كده خاصية عرض الألوان أو تلاعب الألوان، وبعد كده أخدنا آخر خاصية اللي هي الشفافية. وبكده